من جديد. طبعا احنا تفضل اوكي نتفضل سوا. احنا نحب طبعا ايضا نبارك للزميل تركي الدخيل على هذه الجائزه واكيد يستحقها. اكيد طبعا يستاهل اكثر ابو عبد الله. وعلى فكره يعني ابو عبد الله دائما هو اهدى الجائزه لوالدته، عنده كمان كثير مقالات واشياء كاتبها عن الوالده وبر الوالدين، جميله جدا من اجمل ما يمكن احد انه يقرا في هذا الموضوع كمان. ودائما عنده خاصه على تويتر يكتب مقولات. يا لهوي، طب استنى يعني نعبر عن حبنا لزميلنا. لما تفوز بجائزة يا خالد ولا تفوز بدي الطريقة طريقتك معانا، رح نخصص فقرة كاملة لك. على العموم مبروك لتركي، ونعود إلى طبعا إلى أنظار مش لخالد، إلى كل الأنظار في هوليوود اليوم التي تتوجه إلى التحفة الفنية الجديدة التي يطرحها خلال أسبوعين كريستوفر نولان إنترستيلر. هل يصبح أول فيلم خيال علمي يفوز بالأوسكار في تاريخ هوليوود؟ وما سر الإجماع على أهمية هذا الفيلم وتفوقه من جميع النواحي؟ نستكشف الأسباب ونلقي الضوء كمان على نخبة من أهم أفلام الفضاء والخيال العلمي في فقرة سينما مع خالد مجنوب. بنرحب فيك يا خالد وبنقول لك صباح الخير وعقبالك أنت كمان في الجوائز. أوكي خلينا نبتدي. يعني ترشيح لأوسكار ويقال أنه الميزانية كانت جدا عالية وتوقعات وكذا، ميزانية 160 مليون دولار، بس الأهم من هذا كله أنه الفيلم هز العالم بطريقة غير متوقعة بالمرة. هيهز العالم؟ لا هز أدى إلى اكتشاف حقيقة جديدة عن طبيعة الثقب السوداء. بعد هلأ هو بينزل بصالات السينما عالميا ب7 نوفمبر، ولكن اختار نولان عالم الفيزياء الشهير كيب ثورن ليعمل مع فريق المؤثرات الخاصة بالفيلم لإنتاج يعني صورة أكثر دقة للثقب السوداء على شاشة السينما، وبعد أوراق وأوراق من المعادلات يلي قام فريق المؤثرات بإضافتها إلى برنامجهم على الكمبيوتر قدروا أنه يخترعوا صورة أكثر دقة لأول مرة بتاريخ البشرية تصور يعني الثقوب السوداء بطريقة علميا أثبتت بأن هي الأكثر دقة، إذ كل يلي تصوراتنا السابقة عن الثقب السوداء كانت خاطئة. فحتى الفيلم قدر أنه يحقق إنجاز بعالم يعني العلم على الأرض أو تكنولوجيا الفضاء على الأرض، وهذه أهمية أفلام الخيال العلمي بشكل عام. من العقد الماضي كانت أفلام الخيال العلمي تعتبر يعني تنبؤية مثل ما منقول، لأنه كل شيء اليوم نحن موجود بحياتنا تنبأت فيه أفلام خيال علمي في السابق، من الليزر لا إذا بدك الوصول إلى القمر لا بعض الاختراعات يلي هي من إذا بدك تشيبس مايكرو تشيبس أو حتى رادارز أو تليفونز، هذه كلها صارت اليوم خيال واقعي وليس خيال علمي. شو الفرق بينه وبين جرافيتي يا خالد؟ يعني ليش الأهمية أنه في تساؤلات كثير على أنه هل يكون أول فيلم خيال العلمي؟ أي نعم. هلأ في 8 أفلام بتاريخ الأوسكارز، 8 أفلام ترشحت إلى جائزة أفضل فيلم. Clockwork Orange للكبير كيوبريك، Star Wars E.T. The Extraterrestrial، Avatar District 9، Inception، Gravity وHer. ولا فيلم خيال علمي بتاريخ الأكاديمية فاز بجائزة الأوسكار لهلأ. ليش؟ لأنه هني دائما طبعا بيعولوا على الدراما بالشكل الأول، ولكن اليوم أحقية هذا الفيلم بالفوز هو أولا لأنه في عنده دراماتيك بوتنشل خطير كتير في قصة البي وبنته، عم نتابع إذا بدك ثريدز مختلفة للقصة بالفيلم، وكذلك الإنجاز يلي قدر يحققه بصريا. هلأ أنت سألتي عن جرافيتي، جرافيتي كان إنجاز بصري دون شك، لكن الفرق بأنه جرافيتي كان عم بيدور بفلك الأرض، يعني ساندرا بولوك بيصير عندها مال فانكشن فوق الكرة الأرضية وأنت عم بتشوفي القصة كلها يعني إذا بدك أميال بعيدة عن الكرة الأرضية، أنت بمحيط الكرة، هون أنت عم بتسافري بثقب سوداء عم تروحي على انتر جالاكتيك سبيس، ثقب أسود، ثقوب سوداء اللي بدك إياه. هلا عملتي لي فيها صباويه اليوم، ارتاحي لنمشي الحلقة. خليني أكون زي محمد أبو عبيد مرة من المرات زميلنا. محمد أبو عبيد بيطلع له. طيب. ارجع ورا. أول مرة يمدح محمد أبو عبيد. عرفتي كيف؟ عم تشتت أفكارك، ركز. رحلنا في الثقب السوداء. رحلوا فاتوا بالإنتر جالاكتيك سبيس بإنترستيلر، أنت عم تحكي على قصة مختلفة جدا عن إنسان عم بفتش على كوكب
آخر يصلح للعيش بعد ما صار يعني استحالة العيش على كوكب الأرض في المستقبل، يلي هو طبعا اليوم عم نقول عنه خيال علمي، بكرة يمكن يكون واقعي. طيب خلينا نستعرض يمكن بعض الأفلام الثانية اللي هي كانت مهمة وجهة نظرك. انترستيلر بيقول إنه ماخذ 9 على IMDb، اخذ 9.5 على IMDb، كلفة 165 مليون دولار، اكيد رح بيحقق يعني اذا بدك بوكس اوفيس سكسس، هذا اولموست متاكد. نعم. ورح يحقق نجاح كبير سينمائيا وجماهيريا، انما بنرجع وبنقول انه الاهميه هي كتقديريا. سبيس اوديسي 2001 لستانلي كوبريك ما زال الرقم الصعب هذا الفيلم لكل من يريد ان يترك بصمته في عالم الخيال العلمي. فكر ستانلي كوبريك وقدرته على محاكاة موضوع كالإيفولوشن تبقى غير مسبوقة. الفيلم تناول تاريخ الحياة وتاريخ المستقبل في آن واحد، وهو أكثر أفلام الخيال العلمي جمالا وطموحا على الإطلاق. كوبريك أسس لتيار سينمائي جديد استطاع أن يخلق تجربة بصرية تدخل الوعي مباشرة بما تحتويه من قوة عاطفية وتأثيرية. ممكن تروح سريعا بإلنا هو ترشح لجائزتين وفاز بجائزة ترشح لا عفوا 4 جوائز وفاز بجائزة تقنية. ممكن ننتقل سريعا لستار تريك لأنه عندك جرافيتي طبعا حكينا عنه. أيوة. جرافيتي وين ترشح ل 9 جوائز 8 جوائز وفاز بكل الجوائز التقنية، ولكن أهمها أفضل مخرج لكوارون. ستار تريك السلسلة الأشهر يعني التي بدأت كمسلسل تلفزيوني عام 1966، استمر المسلسل ل 69 وظهر أول فيلم سينمائي بال 79. اليوم قدر جي جي أبرامز أن ينقل هذه السلسلة إلى المستقبل بحق وحقيق، يعني قدمها بشكل يليق بتاريخها. يعني القالب التقني كان مذهل، التكنولوجيا ساهمت في خلق عوالم فضائية بشكل شديد الواقعية يبعث على الدهجة، إن كان بستار تريك أو ستار تريك إنتو داركنس وبروميثيوس لريدلي سكوت. ما فينا إلا ما نوقف عند سيد الخيال العلمي اللي قدم 2 من أهم الأفلام، إيليان بال 79 وبليد رانر بال 2، وعندهم مهووسين بهم اللي هم ذا تراكرز. على العموم إحنا بنتظر طبعا هذا الفيلم انترستيلر كيف رح يتنافس مع كمان جرافيتي في الجوائز. نود أن نشكر طبعا الناقد السينمائي خالد مجذوب على هذا الاستعراض السريع لفيلم انترستيلر.